بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله مع الحلقة العاشرة من مراجعة امتحان الإمسات للصف الثاني عشر نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول ولأوجد واي في المعادلة طبعا هنا جايب لي يقول إكس على واي ناقص ستة زائد خمسة يساوي اثنين عايز هو واي يعني عايزين نخلي الواي في طرف لحاله. وبالتالي لابد من ترحيل الخمسة إلى الطرف الثاني بإشارة مخالفة أو نطرح خمسة من الطرفين أي طريقة منهم صحيحة وبالتالي أحصل على كام؟ أحصل على إكس واي ناقص ستة هتساوي اثنين ناقص خمسة يعطيني مين سالب ثلاثة وبالتالي ظل معي هنا لازم أكمل المثل اللي عندي على أساس إن أنا أحصل على قيمة واي أنا عندي كسر بسط المقام بيساوي عدد صحيح العدد الصحيح ده ممكن نقول عليه إنه عبارة عن مقامه كام؟ مقام واحد وبالتالي اقدر اعمل عمليه الضرب التبادلي او التقاطعي يبقى اذا في الحاله دي بعمل بضرب الواي ضرب سالب ثلاث يعني هبقى كده عندها سالب ثلاث مضروب واي ناقص ستة هتساوي اكس ضرب واحد بكاملنا هتبقى اكس نفك الاقواس باستخدام خاصيه التوزيع يبقى سالب ثلاثة واي سالب مع سالب تحولت الى موجب 18 هيساوي مين هيساوي اكس انا عايز احل لايجاد قيمه واي يبقى لازم اشيل مين ال 18 يعني لازم اطرح 18 من الطرفين وبالتالي احصل على سالب ثلاثة واي هتساوي طبعا هيضيع 18 مع سالب 18 خلاص كنسل يبقى اذا هيظل معايا اكس ناقص 18 عايز اخلي الواي لحالها يبقى لابد من القسمه على كام؟ على سالب 3 وبالتالي احصل على الواي تساوي طبعا هنا الاكس معاملها بواحد 1 على سالب 3 معناها سالب 1 على 3 إكس ناقص، طبعًا هنا في سالب، لما أقسم سالب 18 على سالب 3 هتحول إلى إيه؟ إلى موجب كام؟ موجب 6، وبالتالي عندنا سالب 1 على 3 إكس زائد مين زائد 6، أو ممكن أقول 6 ناقص 1 على 3 إكس، وبالتالي الإجابة الصحيحة اللي هي عندنا رقم 7. لنوعية من الأسئلة، نوعية بسيطة محتاجة بس إجراء بعض العمليات الحسابية عليها علشان نوجد قيمة الواي أو نخلي الواي في حالها في طرف الحال سؤال آخر بيقول لي إذا علمت أن حجم الكرة التي نصف قطرها آر يعطى بالعلاقة في بيساوي أربعة على ثلاثة باي آر تغييب أوجد نصف قطر الكرة التي حجمها في ويساوي ستة باي سنتيمتر كار. يبقى عندي الحجم معروف مطلوب مني أوجد نصف قطر. نصف قطر الكرة وبالتالي مطلوب مني اجيب مين؟ اوجد قيمة الر كل ما علينا ان اعوض فقط في القاعدة اللي قدامنا هنا يبقى انا عندي في تساوي أربعة على 3 باي آر تكعيب وبالتالي بعوض يبقى عندنا ستة باي يساوي أربعة على 3 باي آر تكعيب، طبعا الطرفين فيهم الباي فممكن أكنسل الباي من الطرفين عادي مفيش مشاكل، أقسم على الباي يعني وبالتالي أضرب في مين؟ هضرب الطرفين في المعكوس الضرب المين لأربعة على تلاتة اللي هو تلاتة على كام؟ على أربعة، وبالتالي هيكون عندي ستة وثلاثين مضروبة في ثلاثة على أربعة تساوي مين؟ هتساوي آر تكعيب، اختصارات بسيطة أو باستخدام الآلة الحاسبة، أحصل آر تكعيب يساوي طبعا تقسيم أربعة واحد تقسيم أربعة تسعة، تسعة ضرب ثلاثة يعطيني كام؟ سبعة وبالتالي آر اللي هي نصف القطر عبارة عن الجذر التكعيبي للسبعة 27 يعني احصل النتيجه كام 3 سم وبالتالي نصف القطر بيساوي 3 سم نيجي لنوعيه اخرى من المسائل البسيطه بيقول لي لمجموعه القيم التاليه اوجد يبقى انا عندي القيم اللي عندنا اللي هي عباره عن مين عباره عن 3 و5 و4 و2 و9 و8 و7 طالب مني اكثر من حاجه طبعا في الامتحان الامساد بيجيب لك كل واحده من دول في سؤال لحاله ما بيجيبهمش كلهم مع بعض بالطريقه دي بيجيب لك كل واحده منهم في سؤال لحاله وبالتالي كيف اوجد المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي او المين كل اللي بعمله بعرف ان المتوسط الحسابي عباره عن الوسط الحسابي عباره عن مجموع القيم على عددهم يبقى لازم بعرف القاعده يبقى مجموع القيم على عدد يعني ايه الكلام ده معناه ان انا هجمع الثلاث مع الخمسه مع الاربعه وهكذا لغايه ما اخر رقم اللي هو عين لمين الاربعه هقسم على عددهم، عددهم كام؟ أنا عندي سبع قيم، يبقى هقسم على سبعة. طبعًا المجموع ده هيطلع معايا خمسة وثلاثين، أقسمها على سبعة، أحصل المتوسط الحسابي بكام؟ بخمسة، وبالتالي أقدر أكتب هنا المتوسط الحسابي يساوي كام؟ خمسة. دي بالنسبة للمتوسط الحسابي، يبقى إذًا المتوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم على عددهم. أما بالنسبة للوسيط، الوسيط، لابد من ترتيب القيم تصاعدي أو تنازلي. ثم اخذ الرقم الذي يتوسط هذه القيم او الرقم اللي في المنتصف بالظبط طب تعالى عرفنا ان شوف نعملها ازاي يبقى في البدايه لابد من الترتيب ترتيب القيم اللي عندي اصغر رقم عندي 2 الرقم اللي بعده 3 الأربعة مكرره مرتين بعد الخمسه بعد كده الثمانيه بعد كده مين التسعه عشان اوجد الوسيط بكل سهوله كل اللي بتعمله اشطب رقم من اليمين مع رقم من اليسار أشطب رقم, رقم من اليمين ورقم من اليسار رقم من اليمين ورقم من اليسار ظل معي رقم واحد فقط يبقى هو الوسيط يبقى عندنا الميديان او الوسيط عبارة عن كام عبارة عن اربع طب افرض انا ظلت اشطب وظل رقمين لو شطبت هيضيع كل ارقام فبعمل ايه؟ يبقى اخذ الرقمين اللي ظلوا معي اجمعهم واقسمهم على اثنين عشان اوجد مين؟ أو اوجد الوسيط، وبالتالي الوسيط هنا عندنا بكام؟ عندنا قيمته باربعه. طب دلوقتي انا عايز اجيب المنوال، ما هو المنوال؟ المنوال لو انا عارف التعريف بتاعه خلاص المنوال هو ايه هو الاكثر تكرارا يعني هو الاكثر تكرارا يعني العدد الاكثر تكرار اكثر عدد مكرر مين عندنا في البيانات عندنا ايه الموجب أربعة وبالتالي المنوال هو عبارة عن ايه عبارة عن أربعة طب انا محتاج اجيب المدى لسه طب المدى بيساوي ايه المدى عبارة عن اكبر قيمة ناقص أصغر قيمة وبالتالي أكبر قيمة عندنا تسعة أقل قيمة اثنين يبقى المدى بتاعنا كام المدى يساوي سبعة ظل معي أجيب الانحراف المعياري كيف أوجد الانحراف المعياري تعال نشوف مع بعض كيف نوجد الانحراف المعياري من أجل إيجاد الانحراف المعياري لابد يكون أنا عارف القاعدة أو الدالة الخاصة بمين بالانحراف المعياري ايه هي القاعده الخاصه بالانحراف المعياري؟ القاعده الخاصه بالانحراف المعياري بيقول لي عباره عن الجذر التربيعي السمشن اكس ماينس ميو تربيع على كام؟ على ان، طب ايه هي الاكس وايه هي الميو وايه هي الان؟ طبعا معروفه عندنا الاكس معناها القيم القيم الموجوده عندي دي اكس واحد، اكس 2 وهكذا، اما الميو اللي هي عباره عن مين؟ الوسط الحسابي اللي احنا حسبناه. الان دي عباره عن مين؟ عباره عن عدد القيم، عدد مين؟ عدد القيم. يبقى عندنا الإن على القيم، ميو عبارة عن الوسط الحسابي، والإكس اللي هي القيم الموجودة عندي، طب أطبق هذا القانون كيف؟ يبقى أنا هقول له كده سجمة تساوي الجذر التربيعي، طبعًا هنا هقسم على كام؟ هقسم على العدد اللي عندنا هو سبعة، خلي بالك إن السبعة برضه تحت علامتها الجذر، وبالتالي هطبق القاعده إكس X ناقص ميو، X. إكس، الإكس X الأولى بكام؟ ثلاث، ناقص ميو اللي هي إحنا جبناها بكام؟ بخمسة، يبقى خمسة تربيع. زائد نفس ما دي يعني مجموع وبالتالي هاخد الرقم اللي بعده يبقى خمسة ناقص ميو اللي هو خمسة تربيع زائد أربعة ناقص خمسة تربيع زائد أبدأ أكمل لغاية ما أوصل لآخر واحد اللي هو أربعة ناقص الخمسة إيه تربيع هذا بالنسبة للجزء طبعا بحسب طبعا بحسب كل الأرقام دياتي وبالتالي أحصل على كام الجذر التربيعي الأربعين على مين على سبعة والجذر التربيعي إلى 40 على 7 أحصل ده بالآلة الحاسبة تقريبا بيساوي 2.39 وبالتالي الناتج عندنا هيبقى 2.39 يبقى أنا هنا هعمل إيه؟ هطبق القاعدة هطرح الثلاث ناقص الخمسة تربيع هطرح الخمسة من من المتوسط حسابي تربيع اطرح الأربعة ناقص الخمسة تربيع الاثنين نفس الكلام اثنين ناقص خمسة تربيع التسعة تبقى تسعة ناقص خمسة تربيع الثمانية ثمانية ناقص خمسة تربيع أخيرا الأربعة يبقى أربعة ناقص خمسة تربيع وأجمع هذه النواتج كل تحت على بيت مين الجذر ثم أقسم على كام على سبعة هذه الطريقة اليدوية طب هل أقدر أجيب أنا المتوسط الانحراف المعياري والمتوسط والكلام ده يعني المتوسط والانحراف المعياري باستخدام الآلة الحاسبة ممكن أجيبها باستخدام الآلة الحاسبة كما يلي يعني. طبعا هنا لو حبيت اجيب استخدم الاله الحاسبه معانا الاله الحاسبه هي تعال نشوف نستخدمها كيف معي الاله الحاسبه كده قدامنا تعال نشوف هنستخدم على اي نمشي على اي نظام او هنشتغل على اي نظام في الاله الحاسبه اول حاجه عندي دي اعتبر دي بيانات احصائيه فبعمل ايه بحول الاله الحاسبه الى الاحصاء بضغط ازاي اضغط على منيو اقدر اضغط على رقم 6 او انزل بالاسهم لغايه ما اوصل هناك واضغط يساوي فبضغط على رقم 6 طب انا عندي هنا وان فاريبل ولا ولا واي يساوي بي اكس والكلام ده لا انا عندي وان فاريبل يعني متغير واحد مجموعه من القيم فبختار وان فاريبل اللي هي واحد بعد كده بدخل قيم الاكس الموجوده عندي يبقى ثلاث وبضغط يساوي بعد كده خمسه بعد كده اربعه بعد كده اثنين بعد كده, كده عندنا تسعه بعد كده ثمانيه وبعد كده عندنا كام اربعه عندي هنا تلاحظ ان اخر رقم هنا هو صدر رقم سبعه يعني انا دخلت سبع ارقام يبقى اذا في النهايه في الطريقه دي ان انا دخلت كل الارقام الخاصه بي، بعد كده بضغط على اي سي. طيب ازاي ازاي اكمل بقى؟ ازاي اكمل او اوجد البيانات اللي انا عايزها؟ كل اللي بعمله بضغط على على مفتاح الاوبشن هيجيب لي هنا سيلكت تايب وان فاريبل كالكوليتور ولا داتا يبقى انا هستخدم رقمين رقم, رقم اثنين. طيب هنا عندي هنا ظهر لي مين عندي على طول؟ ظهر لي اكس بار، اكس بار دي معناها المتوسط الحسابي اللي احنا جبناه بكام؟ بخمس طب انا عندي هنا كمان في سيجما اكس سيجما اكس اللي هي تحت ذاتي هي عباره عن الانحراف المعياري الانحراف المعياري وبالتالي عندي الانحراف المعياري ب 2.39 وعندي المتوسط الحسابي في يساوي كام؟ يساوي 5 طبعا لو نزلنا تحت بالبيانات عن طريق الاسهم تعال نشوف هي اللي حصل عندي ثاني اعطيني عدد البيانات سبعه المينيمم عندنا 2 المي ال... الميديان اللي هو الوسيط اللي هو أربعة وبالتالي كيو 3 عندنا ثمانية وطبعا الماكسيمم والمينيمم موجودين عندي لو نزلت برضو ادي عندنا المينيمم ولو نزلنا لتحت كده هنلاحظ ان كلمة الماكسيمم تسعة يبقى التسعة ناقص المينيمم اللي عندي هنا باثنين يعطيني مين اللي هي السبعة اللي هو المدى اللي انا موجود عندي يبقى اذا كل البيانات دي ممكن احلها باستخدام الآلة الحاسبة ولكن الآلة دي الآلة الحاسبة الجديدة هي 991 اي اكس طب افرض معايا الآلة الحاسبة القديمة كيف كيف اشتغل عليها؟ طيب الآلة حاسبة قديمة يبقى أنا هشغل الآلة حاسبة قديمة ونشوف نشتغل عليها إزاى عندي الآلة الحاسبة القديمة موجودة قدامنا فبعمل إيه كل اللي بعمله أدخل أيضا البيانات بس لازم أشتغل على وضع الإحصاء اللي هو مود وعندنا الإحصاء لكلمة state اللي رقم ثلاث بضغط على رقم ثلاث أنا عندي برضو one variable يبقى أستخدم مين أستخدم رقم واحد وبالتالي هدخل البيانات اللي زي, زي ما دخلنا البيانات من شوية يبقى ثلاثة بعد كده عندنا خمسة أربعة اثنين. والتسعة ثمانية وأخيرا مين؟ الأربعة. نفس الكلام أضغط على أي سي، ولكن هنا ما فيش مفتاح أوبشن، ولكن هنا أضغط على مين؟ على مفتاح شيفت ثم أضغط على رقم واحد. هتلاقي كلمة عندك ستات عليها باللون البني برضه. يبقى لو ضغطت على ستات هيظل الجزئية اللي قدام. فهنا عشان أقدر أدخل على المتغيرات اللي عندي اللي دخلتها أو البيانات اللي دخلتها عندي، فبضغط أختار رقم أربعة اللي هي الفار، اللي هي كلمة فاريبل، وبالتالي هستخدم رقم كام؟ أربعة طب هنا عندنا كام؟ اعطيني ال n و بار و اكس x و x, x. طبعا بالنسبه للان n عدد البيانات لو ضغطت عليها رقم واحد هيقول لي عدد البيانات سبعه طب ال x اللي هي x بار اللي هي مين؟ الوسط الحسابي يبقى انا لو ضغطت على اثنين وضغطت على m تساوي هيقول لي ان الوسط الحسابي عندنا بخمسه حسبنا بخمسه طب انا دلوقتي عايز اجيب الوسط الحسابي يبقى نفس الكلام شيفت واحد و4 وبكره بختار رقم كام بختار رقم ثلاثة اللي هي سيجما اكس اللي هي دي عباره عن مين الانحراف المعياري للمجموعه القيم اللي عندي وبالتالي اختار رقم 3 واضغط ايه يساوي احصلها 2.39 دي طريقه استخدام الاله الحاسبه في هذه النوعيه من المسائل فياريت نتدرب عليها ونحاول نحل بيها برضو على اساس يبقى فيها سرعه شويه في الحل في الامتحان تعالوا نشوف سؤال اخر. يقول لي ما الفضاء العيني الناتج عن إلقاء عملة معدنية مرتين أنا معي عملة معدنية واحد درهم مثلا حبيت أرميها أ... أ... يعني مرتين أشوف يا ترى تطلع ال... أو عملتين عملة مرتين هي هي نفسها لما يكون عملتين مرة واحدة يعني نفس القاعدة هي نفس القاعدة فأنا لو معي عملتين رميتهم مع بعض فأنا عندي العملة دايما فيها الصورة وفيها الكتابة فإما تطلع صورة إما تطلع كتابة طب ما أنا عندي عملتين فممكن الاثنين يبقى شكلهم ما لو انا رميتهم مع بعض او شكلهم ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل معاي تعال بقى نشوف مع بعض لو انا رميتها الاول مره يبقى اما يكون عندي المره الاولى صوره او كتابه يبقى اذا اتش او اي او تي طب المره الثانيه لو هي طلعت اتش لو لو رميتها مره ثانيه هتطلع لي اتش او تي طب لو كان طلع كتابه يبقى هضغط برضه عليها وهت تطلع لي اتش او إيه او تي يبقى انا عندي المره الاولى ممكن تطلع اتش والمره تطلع المره الثانيه تطلع اتش يبقى اتش إتش طب المرة الأولى لو طلعت اتش اللي هي الصورة ممكن تطلع المرة الثانية كام تي اللي هي الكتابة يبقى اتش و تي طب لو كانت هي في الأصل في البداية أول مرة طلعت لي تي يبقى لازم تطلع ممكن تطلع لي اتش وهكذا ألاحظ إن أنا عندي أربع عناصر أو أربع أربع عناصر في فضاء فضاء العين يبقى أنا عندي أربع عناصر في فضاء العين اللي هم مين اتش و اتش أنا مو؟ اتش و اتش اتش و تي و و و و تي وبالتالي فضاء العينة لهذه التجربة عبارة عن مين؟ الواضح قدامنا يا آه. دي بالنسبه مين؟ لفضاء العين. نشوف سؤال جديد ويقول لي إذا كان احتمال نجاح سالم في اختبار الرياضيات هو 92%، فكم فكم يكون احتمال رسوبه في نفس الاختبار؟ يبقى خلي بالي دايما هنا بالنسبة للرسوب والنجاح كل واحدة مكملة للثانية، يعني لازم يكون من النسبة بتاعتنا 100% أو أو المجموع بتاعنا يساوي واحد، وبالتالي لابد ان اعرف على طول لما يعطيني نسبة النجاح وعايز نسبة الرسوب ما هي الا عملية طرح فبعمل ايه هنا كل اللي بعمله هقول له لو انا حبيت اجيب الرسوب يبقى هقول له كده واحد ناقص اثنين وتسعين من مية وبالتالي هحصلها كام ثمانية من مية يبقى اذا نسبة احتمال انه يرسب في هذا الاختبار هي عبارة عن ثمانية من مية دي بالنسبة مين بالنسبة لهذه النوعية من الاسئله نشوف سؤال آخر ونشوف عبارة عن إيه في الاحتمالات أيضًا. بيقول لي تحتوي جرة على أربع خرزات حمراء، يبقى أنا عندي أربع خرزات حمراء، يبقى أربعة ريد. وعندي ثلاث خرزات إيه خضراء، يبقى عندي three جرين. وعندنا اتنين خرزتين زرقاوتين، يعني تو إيه تو بلو. طب هو ايه المطلوب مني؟ يبقى اذا اجمالي هنا اجمالي الخرزات الموجوده في هذه الجره او هذه العلبه عباره عن كام؟ عندنا سبعه واثنين يبقى كام؟ عندي تسع خرزات موجوده في هذه العلبه. طب انا هسحب واحده عشوائي يا إيه ترى تطلع كا؟ تطلع ممكن تطلع ايه؟ ممكن تطلع معايا لونها احمر، لونها اخضر، لونها ازرق، ايا كان، لان يعني انا مش ه... مش هختار نوعيه معينه، انا هختار عشوائي. ولكن هو عايز ايه؟ بيقول لي ما هو احتمال ان تكون الخرزه ليست خضراء؟ ليست خضراء يعني إيه؟ طالما ليست خضراء يبقى الاخضر يبقى اما تكون حمراء او زرقاء طب مجموعهم كام دول يبقى انا اقول له دي احتمال ان تكون الخرزه نوت جرين عباره عن ايه عباره عن احتمال انها تكون عباره عن مين عباره عن ريد زائد الاحتمال الثاني اللي هو عباره عن مين بلو طيب الاحتمال الغد عبارة عن كم؟ عندي عند أربع خرزات من واقع كم؟ تسعة زائد البلوع عند الاثنين من واقع التسعة وبالتالي هيساوي ستة على مين؟ على تسعة لو احنا عملنا عملية تبسيط هنا قسمت على ثلاث أحصلها اثنين على مين؟ على ثلاث النتيجة النهائية في طريقة الطريقة الثانية ممكن طالما قال لي نوت, خضر... نوت ليست خضراء يبقى لا أقدر أروح أجيب احتمال إنها تكون خضراء جرين وبالتالي احتمال الاخضر كام؟ عندي 3 على كام؟ على 9، 3 على 9 يعني 1 على مين؟ 1 على 3. نطبق نفس القاعده اللي عملناها هنا في مين؟ في الاختبار في النجاح والرسوم. انا عندي اخضر او ليس اخضر، يبقى لازم يكون مجموعهم واحد، وبالتالي لما اجيب احتمال نوت جرين، يبقى كل اللي بعمله بعمل ايه؟ بعمل اقول 1 ناقص 1 على 3 احصل النتيجه ايضا عندنا كام؟ 2 على 3 بنفس بنفس الناتج. يبقى عندك طريقتين ممكن تحل بيهم ما فيش اي مشكله يبقى ده بالنسبه من, من الاجابه الثانيه تعال بقى نشوف سؤال اخر من الاسئله الظريفه برضه من الاسئله الجديده بيقول لي ما هو المتوسط للاعداد احنا متعودين دايما المتوسط للاعداد بيجيب لي اعداد 5 و7 و8 ويقول لك هات المتوسط طب هنا جايب متغيرات طب كيف اتعامل معاها ولا شيء هي نفس القاعده اطبقها وخلص قال لي متوسط بطبق نفس القاعده القاعده يعني متوسط يعني مجموع القيم على عددهم ايا كان شكل القيم اللي عندي ايا كان اجمع القيم على عددهم يبقى اذا المتوسط عباره عن كام؟ هقول له 2x ناقص 5 هجمع عليها 3x ناقص 2 نجمع عليها x زائد مين؟ زائد 1 وبالتالي في الحاله دي احصل على كام؟ احصل على التالي يبقى هنا طبعا هنا يا جماعه يبقى هعمل ايه كمان؟ لسه هقسم على العدد طب عددهم كم عدد عندي؟ آه عندي كم قيمة؟ ثلاث، يبقى أقسم على ثلاث، وبالتالي الناتج النهائي عندنا اثنين إكس مع موجب ثلاثة إكس مع موجب واحد إكس يحصلها ستة إكس. طبعًا عندنا سالب خمسة، وعندنا سالب اثنين يبقى سالب سبعة، مع موجب واحد تبقى سالب ستة. هقسم على كم؟ هقسم على ثلاث، آه طبعًا ستة تقسيم ثلاث يعطيني اثنين إكس. وعندنا 6 تقسيم 3 يعطيني كام؟ يعطيني 2 وبالتالي النتيجة النهائية اللي هو يعبر عن المتوسط لهذه الأعداد هي مين؟ 2 x ناقص 2 وهذه بالنسبة مين لحل السؤال يبقى هو قال لي متوسط قال لي أي شيء زي كده نفس القاعدة ما يهمنيش شكل الأرقام اللي أعطاني أعطاني متغيرات بطريقة مش مشكلة بعوض وأستخدم نفس القاعدة يعني هي متوسط يعني مجموع القيم على عددها مجموع القيم على عددها او مجموع الـ البيانات اللي عندي على عدد البيانات هذه بالنسبة مين بالنسبة لهذه النوعية من الأسئلة خد سؤال آخر بيقول لي إذا كان ال y تساوي كذا يبقى أعطيني الواي كثيرة حدود 3x 3 plus 2x 2 2 وأعطيني الزد z كثيرة حدود أيضا 2x باور 2 minus 11 بيقول لي يا ترى 3y z يساوي كم عايز أعرف الكلام ده يساوي كم طبعا يبقى اذا انا بعمل ايه انا بحل عادي انا عندي هو عايز واي ناقص زد مضروبه في ثلاث يبقى هعمل ايه اول حاجه نجيب ممكن واحده واحده نجيب واي ناقص زد يساوي طب الواي بكام اه ثلاث اكس اس ثلاثه زائد اثنين اكس اس اثنين ناقص السبعه ولكن عندي ناقص هنا قبل الزد قبل الزد يبقى لازم اضعها في قوسين يبقى عندنا اثنين اكس اس اثنين ناقص كام ناقص حداشر وبالتالي الناتج اللي عندها هيساوي كام؟ هيبقى عندنا 3 اكس تكعيب زائد 2 اكس تربيع ناقص السبعة أفك الأقواس طبعا السالب اللي بره بتغير كل الإشارات اللي بعديها يبقى إذا سالب 2 اكس تربيع زائد مين زائد 11 تعال نجمع الأجزاء المتشابهة مع بعض أو الحدود المتشابهة مع بعض هنعمل إيه؟ كومباين لايك ترمز او بنجمع الحدود المتشابهه يبقى انا عندي هنا اكس تكعيب ما فيش مشابه ليها يبقى تظل كما هي 3 اكس تكعيب يبقى اذا بلس عندي طب هنا خلي بالي ان انا عندي موجب 2 اكس تربيع وسالب 2 اكس تربيع يتكنسلوا مع بعض لان انا عندي موجب 2 وسالب 2 بصفر طب انا عندي سالب 7 وموجب 11 يبقى عندي موجب كام؟ موجب 4. طب انا عايز واي ناقص زد لا انا عايز 3 ضرب واي ناقص زد يبقى في الاخر خلاص اقول له 3 ضرب واي ناقص زد بيساوي كام اقول له 3 مضروبه في 3 اكس تكعيب زائد 4 نضرب يعطيني كام 9 اكس تكعيب واوعى ننسى ان لما بضرب بضرب في الحد الاول وايضا اضرب في الحد الثاني وبالتالي هيساوي كام هيساوي 12 يبقى يعني بالتالي اذا القيمه اللي هو طالبها عباره عن 9 اكس تكعيب زائد 12 وبالتالي الاجابه الصحيحه اليمين رقم سي هذه نوعية جديدة من الأسئلة ممكن يجيبها لنا بالطريقة دي، ممكن يجيبها لنا على هيئة أرقام، ممكن يجيبها لنا على هيئة رموز بالطريقة دي، فيا ريت نخلي بالنا شوية. نيجي لسؤال آخر ونشوف هنحله إزاي. بيقول لي حصلت اسماء في ثلاثه اختبارات متتاليه في ماده الرياضيات على العلامات التاليه يبقى انا عندي ثلاث اختبارات اختبار اول مثلا 95 الاختبار الثاني مثلا 92 الاختبار الثالث مثلا اربعه وكام او 90 او العكس الاول والثاني والثالث طيب هي بيقول لك ما هي العلامه التي يجب ان تحصل عليها اسماء في الاختبار الرابع يبقى انا عايز العلامه لاختبار الاختبار الرابع انا مش عارفها بسميها اكس لكي يكون المعدل المعدل معناه المعدل المعدل معناه المتوسط او الوسط الحسابي او الوسط الحساب ادي بالنسبه لمين بالنسبه للجزئين خلاص يبقى اذا طب اجيبه ازاي طب احنا لسه قايلين احنا لسه كلنا بنتكلم في المتوسط الحسابي ايه هو المتوسط الحسابي هو عباره عن مجموع القيم على عددهم يبقى 95 زائد 92 زائد 94 زائد الاكس اللي هي الدرجه بتاعت الامتحان الرابع بكام ما اعرفهاش فبكتبها اكس على اربع امتحانات كان المتوسط بتاعهم هو بيقول عايزها كام؟ عايزها توصل للمتوسط خمسه وكام؟ طب ايه اللي واضح عندي؟ ان انا اقدر اضرب الاربعه في 95 ضرب تبادل لمقامها واحد واجمع الارقام الموجوده عندي. فعندي 4 و2 6 6 هذه 5 يبقى 11، واحد ومعانا واحد يبقى 10، 10 و18 يبقى 8 وكام؟ و20، يبقى 281 تساوي 4 في 95. يبقى 4 في 5 عندك ب 20، طبعا هنا وهننسى كمان مين؟ عندنا زائد الاكس وهننساها، يبقى انا عندي 4 في 5 ب 20 و4 في 8، 4 في 9 ب 36 يبقى عندنا 8 وكام؟ و30 هرحل هنا بإشارة مخالفة أحصل قيمة الإكس يبقى قيمة الإكس يساوي كام؟ أقول له 380 ناقص 381 وبالتالي النتيجة اللي عندنا كام دي هتطلع هحصلها لازم تحصل على كام؟ على 99 درجة في الامتحان الرابع عشان يوصل النتيجة اللي عندنا توصل كام؟ 95 المعدل بتاع الأربع أربع أربع, أربع امتحانات. طبعا دي طريقه ممكن احلها كده بالتفصيل او ممكن احل بحاجه ثاني ان انا مثلا انا عايز درجه الامتحان الرابع يبقى اقوله كده درجه ممكن احفظ الكلمه دي درجه الامتحان الرابع بتساوي ايه طبعا هنا نخلي بالنا ان اول حاجه اربعه اضربها في المعدل واطرح منها مين مجموع درجات الاختبارات الثلاث أو الامتحانات الثلاثة السابقة الامتحانات الثلاثة السابقة في قاعدة واحدة طب تعال نشوف كده أنا وات إكس تساوي أربعة المعدل بكام؟ خمسة ناقص المجموع إحنا كام جبناه اللي هو 281 وواحد وثمانين في خطوة واحدة على طول مباشرة بدون الكلام الكثير دوت طب لو هو عايز خمس امتحانات الامتحان الخامس يبقى هي دي الى كام؟ الى خمسه والباقي هيظل زي ما هو بس هنا تبقى مجموع درجات الامتحانات الاربعه السابقه وهكذا. وبالتالي النتيجه النهائيه هتساوي كام؟ 99. نيجي لسؤال اخر. بيقول لي مساحه حديقه مستطيله تساوي خمسه وخمسة اثمان متر مربع. اذا كان طول الحديقه واحد ونصف متر ما هو عرض الحديقه المستطيله بالامتار؟ يبقى اذا مساحه المستطيل بيساوي يبقى الاريا المفروض تساوي ال دبليو، اللينجز ضرب ويتس، يعني عبارة عن الطول ضرب العرض. طب المساحة كام؟ خمسة وخمسة على ثمانية. تساوي ال -L -1 ال بكام؟ واحد ونص، مضروبة في الدبليو اللي إحنا محتاجينه طبعًا هنا ممكن أحلها بالآلة مباشرة أو أحلها يدوي. أرفع الكسر اللي عندي ده، يبقى عندي ثمانية ضرب خمسة وأربعين، بخمسة وأربعين على ثمانية، تساوي أرفع الكسر الثاني، واحد ضرب اثنين 2 اثنين واحد يبقي ثلاثه علي كام علي اثنين دبليو ثم أضرب في المعكوس الضربي في وبالتالي عندنا دبليو هتساوي كام؟ أقول له عبارة عن اثنين على ثلاث، مضروبة في خمسة واربعين على كام؟ على ثمانية، يعني النتيجة النهائية هتبقى دبليو يساوي كام؟ طبعًا لو اختصرت هنا على اثنين يبقى أربعة، ثلاثة يبقى كام عندنا؟ خمسة عشر، يعني النتيجة خمسة يعني إن فيها على 4 ولكن 15 على 4 قسمت 15 على 4 يعني ثلاث 3 ضرب 4, 4 12 12 يزل يظل كم من 15 ثلاث يعني ثلاث على مين على 4 وبالتالي عرض هذه الحديقة هو عبارة عن كم؟ و وثلاثة أرباع المتر طبعا دي هتبقى بيننا شباب بالمتر لأن طالبها اللي الحديقة هذه بالنسبه لمين بالنسبه لمساله ثانيه مساله بسيطه على قواعد بسيطه اللي هي المساحات فنخلي بالنا من قوانين المساحات عشان نقدر نحل المساله هنا هنا مش عاطي المساحه كان في سؤال قبل كده اللي هو خاص بحجم الكره اعطاني حجم الكره ولكن مش عاطينا مين مساحه المستطيل فنخلي بالنا اكون حافظ قواعد او قوانين المساحات والحجوم سؤال بيقول لي ما هي اول اربعه حدود من المتتاليه التاليه عندنا طبعا متتاليه لازم افهم مكونات الكلام المكتوب اولا ان يساوي صفر يعني ايه ان يساوي صفر يعني هبدا التعويض بان يساوي كام صفر هنا لا نهايه معناها ابدا التعويض من ان يساوي صفر الى ما اوصل لنهايه يبقى ان بواحد بصفر واحد اثنين ثلاثه وهكذا طيب هنعوض في انهي قاعده القاعده هي القاعده اللي بنعوض فيها اللي هي سالب واحد اس ان زائد واحد على ان تربيع زائد مين زائد خمس وبالتالي تعالى نبدا نعوض بالصفر كده يبقى انا عندي صفر لما اعوض بالصفر يبقى سالب واحد ان بصفر بصفر زائد واحد يعطيني واحد على المقام صفر تربيع زائد مين خمسة احصل النتيجة سالب واحد على خمسة طبعا لو احنا بحثنا على اول حد انه سالب واحد على خمسة الاحظ فقط مين رقم بي ولكن انا ما ممكن يعطينا واحدة تانية غيرها طبعا انا عايز اتاكد كمان فرح اعوض بالواحد يبقى تعال نعوض بواحد كده يبقى انا سالب واحد اس كام؟ هتبقى ان بواحد يبقى واحد زائد واحد يساوي اثنين احصلها انا ال إن بواحد تبقى واحد تربيع زائد الخمسه يعني سالب واحد تربيع معناها موجب واحد وواحد زائد خمسه يساوي طبعا واحد تربيع بواحد زائد خمسه يبقى كام؟ سته يبقى ده الحد الثاني مظبوط وبالتالي هي دي الاجابه الصحيحه. طب افرض اعطيني حاجات متشابهه يبقى لابد ان انا احصل على مين؟ الحد الثالث، تعال نعوض بال ان يبقى عندنا سالب واحد على طبعا سالب واحد اس كام؟ 2 زائد 1 يبقى 3 وهنا تحت هيبقى عندنا ال ان ب 2 يبقى 2 تربيع زائد مين زائد 5 سالب 1 اس 3 معناها سالب 1 لان سالب 1 اس 3 اي اس فردي بيحصلها سالب 1 السالب 1 اس زوج بيحصلها موجب 1 طبعا هنا 2 تربيع 4 زائد 5 يساوي يبقى اذا الحد الثالث ايضا مظبوط وبالتالي الاجابه الصح اليمين عندي اللي هي عباره عن رقم ب نيجي لسؤال اخر يقول لي أيضا أوجد قيمة الزاوية بين المتجهين. يبقى أنا عندي هنا متجهين عاوزين نوجد الزاوية اللي بينهم، أنا عشان أقدر أجيب الزاوية لازم أكون حافظ هذه القاعدة اللي هي خاصة بالزاوية بين المتجهين. عبارة عن كوسين سيتا بيساوي المتجه الأول ضرب النقطي أو الضرب القياسي عندنا للمتجه المست... الثاني على معيار أو مقياس المتجه الأول في معيار أو مقياس المتجه الثاني. وبالتالي أعمل إيه؟ يعني. أجيبها كير. أول حاجة تعال نضرب نجيب يو ضرب الفي، طبعًا يو ضرب الفي عندنا اليو هو عبارة عن مثلًا المتجه سالب سبعة وثلاث هضربه في المتجه هو كام؟ خمسة وسالب أربعة، وكلنا عارفين عملية ضرب المتجهات بنعمل هي الضرب القياسي، إن أنا بضرب الأول مع الأول والثاني مع مين؟ مع الثاني، وبالتالي عندنا بضرب سالب سبعة ضرب خمسة يعطيني سالب خمسة وثلاثين، طبعًا زائد المفروض 3 ضرب سالب 4 يعطيني سالب كام؟ 12 هجمع الاثنين مع بعض احصلها سالب 7 وكام؟ 47 طب يعني ايه مقياس اليو؟ مقياس اليو يعني مقياس المتجه الاول المقياس الخاص بالمتجه عباره عن الجذر التربيعي مربع الاول زائد مربع الثاني يبقى مربع يبقى سالب 7 تربيع زائد 3 تربيع وبالتالي الجذر التربيعي بيساوي كام عندنا؟ 49 زائد 9 يبقى 8 وكام؟ 50 طيب المقياس الخاص بالفي بالفي يبقى عباره عن ايه ايضا؟ الجذر التربيعي لخمسه تربيع زائد سالب اربعه تربيع وبالتالي الجذر التربيعي 25 و16 يعني واحد وكام؟ 41 واحد يبقى اذا اعوض بقى يبقى كوساين ثيتا هتساوي عباره عن سالب 47 على الجذر التربيعي ل 58 مضروبه في الجذر التربيعي ل 41 انا عايز الثيتا يبقى كل اللي بعمله بقول له ايه؟ ان الثيتا تساوي كوساين انفيرس لهذا الكلام وطبعا بالاله الحاسبه بنقدر نجيبها نجيب قياس هذه الزاويه طبعا بالاله الحاسبه لازم هنا نخلي بالنا كاتب لي علامه فلازم احول الاله الحاسبه على وضع الديجري عشان اقدر احصل القيمه الصحيحه لهذه القيمه فهنا نضغط على شيفت وبعد كده كوساين وبعد كده بنكتب القيمه اللي عندي وبالتالي أحصل الزاوية اللي عندنا كام؟ اللي هي عبارة عن 164.5 طبعا 164.5 هو هنا بيقول لي قربها لي لأقرب درجة طبعا 154.5 يعني ممكن نكتبها كده 165 درجة هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذه الزاوية اللي هي بين المتجهين اللي هم سالب 7 و 3 و 5 و 4 سؤال اخر من الاسئله البسيطه جدا والظريفه بيقول لي سال احمد الطلاب في الصف ما هو اللون المفضل لديك؟ يوضح الشكل البيان اللي عندنا عباره عن اجابات الطلاب. طب ما هو اللون المفضل التي تم اختياره الذي تم اختياره من ربع الطلاب تقريبا؟ كلمه ربع ربع يعني معناها ان ابحث عن حاجه تمثل ربع الدائره ايضا. طب ربع الدائره المفروض لو انا رسمت دائره بالطريقه كده ربع الدائره يبقى زاويه قائمه. طب هل الزاويه دي زاويه قائمه؟ يبقى دي زاويه الزاوية المنفرج ايضا كبير عن الربع طب ودي تقريبا لو انا هنا يعني الربع باقي جزء بسيط خالص كده مثلا عشان تبقى زاويه قائمه وبالتالي هو الجزء مين الصحيح اللي احنا عايزينه وبالتالي الاجابه الصح اليمين اللون الازرق هو اللي يمثل ربع اختيار الطلاب هذه بالنسبه مين لمساله من المسائل البسيطه اللي ممكن تجينا فيها في الامتحان وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم اللي هي الحلقه العاشره من مراجعه الامسات بالتوفيق ان شاء الله والى اللقاء